FM. الكلمة ليك. كلمات مع سفيان بن فرحات. ما الذي ترجوه من دنياك لولا الكلمات؟ وتكلم وتألق ولتمد في الكلمات. الغيب يا جت ملعب يا فال. قال سيسليم شاكر وزير المالية اللي مدام كريستين لاغارد المديرة العامة بتاع صندوق النقد الدولي من المنتظر باش تجيل تونس من هنا سبتمبر ورحبوا بها ترحيب كبير ونديروا لغاء لو تابي روج بعد ما توجهت لها الدعوة في هذا الغرض. قال لنا صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي باش يمولونا مشاريعنا الكبيره في الخريف الجاي وفي حدود 4 مليار دينار، وهنا من وقتها ملي صرحوا بهذا واحنا نشطحوا بالمحارم في وضح النهار. وكيف قال سيسليم شاكر هالكلام كان فرحا مسرورا وبكل غبطه وحبولا وكأنه شدد الصيد من وذنه في كوالالمبور ومجلجلوا توالي البكسور. وما نعرفش علاش كيف يتحدثوا الخوا والخواتات بكل أريحية كما يقولوا على بيعان تونس باليورو والدولار يلبني نعرق الغلبة وتمكنني غصة الحجرة، وماذا بيا نصيح في وجوههم في وضح النهار. الخليفة والهدوك ما زالوا قبل تونس ما هيش دوار يتباع ويشترى جهار بهار. وغيب يا جت والعب يا فار. وتخطيت السنين عثرتها الكلمات. كلمات مع سفيان بن فرحات. كاب اف ام. الكلمة ليك.